سلام عليكم على أمة محمد وعلى المسلمين كافة. نستقبل شهر محرم بلبيك يا حسين، لبيك يا حسين، وهيهات منا الذلة. نستعد ونتهيأ لخدمة أبا عبد الله ولا زواره، وإن شاء الله كل سنة وإحنا سالمين على خدمة أبا عبد الله الحسين، ونستنكر بشدة هذا الشيء اللي صار، الفعل الإرهابي الذي يحرق أمام عيوننا وأمامنا وإحنا على قيد الحياة، يحرق كلام الله والعلم العراقي اللي هو تاج، تاج على كل شخص يكره العراق، وثانية يتجسر على مراجعنا، يتجسر على المراجع مالتنا. لك انت تعرف انت ويا من جاي تحكي، انا بس ايد اعرف، ماكو زلم تروح له او تعرف شلون يراوونه الغيره العراقيه والدم الحار، ايد افتهم ماكو، بس ايد افتهم وين زلمنا وين ولدنا. انا لا يطلع بيدي وعندي امكانيه وحق ابا عبد الله وحق ابا عبد الله اروح انا واسافر وانعل، لا تخلوني اشتم، لان تيك توك ما لازم اغلط بيه لان حضر الفيديو. والله انا مستعده اني اموت انا واقتل هذا الرجل. قلت له بعدين شنو يسوون السويد بيه؟ خلي يسوون شنو، ماكو زلمه تروح تراوي منه؟ احنا ما اعرف احكي بعد، ما اعرف يعني لا متى هذا قاعد يتجاوز علينا. انت تعرف يوم من جاي تحكي من دازك علينا يا عربانه؟